السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أبنائي وبناتي الطلاب، سعدت بلقائكم اليوم. سوف أقدم لكم اليوم مادة التربية الفنية للصف الثالث متوسط، معكم معلمتكم حصة رميح. نستعرض سويا قوانين التعلم عبر قنوات عين. بداية يا أبنائي وبناتي، أبحث عن مكان هادئ للتعلم، أتعلم جيدا حتى أتفوق يا أبنائي وبناتي، أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث، أجلس حتى انتهاء الوقت. إلى أولياء الأمور، أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة. المادة هي التربية الفنية، عنوان الدرس كولاج الزهور النمطية. الهدف العام يا أبنائي وبناتي هي معرفة عمل كولاج الزهور النمطية. الأهداف الخاصة، أن يتعرف الطالب والطالبة على الكولاج، أن يستخدم الطالب والطالبة التقنيات جديدة في الكولاج، أن يوظف الطالب والطالبة الألوان الأوراق الملونة في عمل فني، أن يتدرب الطالب والطالبة على القص، أن يستخدم الطالب والطالبة الصمغ بمعايير مناسبة. فن الكولاج يا أبنائي وبناتي هو تكنيك فني يقوم على تجميع أشكال مختلفة لتكوين عمل فني جميل. قد نستخدم في كولاج الزهور النمطية المقص وقلم الرصاص والمسطرة وأوراق ملونة وصمغ والإسفنج، وقد أستخدم الإسفنج أو أستخدم الفرشاة وخلفية للعمل وألوان الإكريليك. قص الزهور بداية يا أبنائي وبناتي. رقم واحد، ماذا أستخدم أحسن يا أبنائي وبناتي؟ قلم الرصاص والمسطرة في رسم مربع. المربع يكون ماذا؟ متساوي أحسنتم الأضلاع. أرسم مربع ثم أقص باستخدام ماذا؟ المقص. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. هنا خطوة رقم 2، القص باستخدام المقص. خطوة رقم 3، ماذا يا أبنائي وبناتي؟ أحسنتم، أصفط المربع. أحسنتم، ليتكون ماذا؟ المثلث. خطوة رقم أربعة يا أبنائي وبناتي، أنا صفت إلى مثلث ثم أصفت مرة أخرى. أحسنتم. والخطوة رقم 5 ماذا؟ كذلك. أحسنتم، أصفت ثم ماذا؟ أرسم الزهرة. أرسم الزهرة في الخطوة السادسة باستخدام ماذا؟ أحسنتم، قلم الرصاص. أحسنتم، ثم أقص باستخدام المقص الزهرة يا أبنائي وبناتي، ثم أقص ماذا؟ أحسنتم، ساق باستخدام ماذا؟ أحسنتم، المقص وقلم الرصاص. أرسم ثم أقص. أحسنتم. هنا خطوات كولاج الزهور كذلك يا أبنائي وبناتي، استخدمنا ماذا؟ قص الزهرة ثم نستخدم كولاج الزهور. قد أستخدم خلفية من مجلات وجرائد قديمة. أحسنتم، ثم أستخدم الاستنسل. أحسنتم، ثم أستخدم الاستنسل للطباعة والتلوين وألوان الأكريليك. ننتقل للتطبيق العملي يا أبنائي وبناتي. هنا نرى ماذا؟ الأدوات. لدي خلفية للعمل، خلفية للعمل، وهنا ماذا؟ ماذا نشاهد هنا؟ أحسنتم، أوراق ملونة. أحسنتم، هنا ماذا؟ صمغ. أحسنتم، لتثبيت الألوان الأوراق الملونة. وماذا؟ مقص. أحسنتم، مسطرة وألوان الأكريليك. هنا ماذا نشاهد؟ الإسفنجة. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. إذا أبدأ بالخطوات. بداية سوف أرسم. أحسنتم، أرسم الزهرة. أقيس باستخدام ماذا؟ المسطرة، المربع، أقيس باستخدام المسطرة يا أبنائي وبناتي المربع، وسوف أقيس على ماذا؟ أحسنتم، 10 سنتي. سوف أعمل ماذا؟ زهرة صغيرة. أحسنتم، أحسنتم، هنا رسمنا المربع ثم أستخدم ماذا؟ المقص للقص.
أكون حذرة عند استخدام المقص. أحسنتم، هنا نطبق خطوات عمل الزهرة. ماذا عندما أقص مربع؟ ماذا أفعل؟ أحسنتم، أطوي الورقة لمثلث ثم أطوي مرة أخرى المرة الثانية ثم أطوي المرة الثالثة. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. ثم أرسم باستخدام قلم الرصاص الزهرة. أحسنتم، أرسم الزهرة يا أبنائي وبناتي. هل تشاهدون هنا رسمنا الزهرة ثم أستخدم ماذا؟ المقص. أحسنتم، استخدمنا المقص. أحسنتم، ماذا تشاهدون يا أبنائي وبناتي؟ أحسنتم، هنا تكونت لدينا الزهرة. أستخدم ماذا؟ الصمغ في التثبيت. أحسنتم، سوف أعمل زهرة أخرى يا أبنائي وبناتي، لكنها صغيرة. سوف أقيس على ماذا؟ على 7 سنتي لعمل ماذا؟ أحسنتم، زهرة أصغر من الزهرة الأولى. سوف أستخدم لون آخر. وأقيس باستخدام ماذا؟ أحسنتم، المسطرة 7 سنتي. أحسنتم، نقيس 7 سنتي يا أبنائي وبناتي. أحسنتم، ثم أقص باستخدام ماذا؟ أحسنتم، باستخدام المقص. وأكون حذرة عند استخدام المقص. سوف أعمل زهرة باستخدام الورق الملون. ماذا يا أبنائي وبناتي؟ أقص. أحسنتم، أطوي إلى مثلث مرة واحدة ثم مرة أطوي مرة ثانية ثم أطوي المرة الثالثة ثم أرسم. أحسنتم، ثم أرسم الزهرة. وأقص باستخدام المقص. وننتهينا من عمل الزهرة الثانية. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. أثبت باستخدام ماذا؟ الصمغ. أحسنتم، سوف أحسنتم يا أبنائي وبناتي، سوف أستخدم ماذا؟ أحسنتم يا أبنائي وبناتي، هنا سوف أرسم ساق للزهرة باستخدام ألوان الأكريليك. بداية سوف أرسم هنا ماذا؟ ساق للزهرة وأوراق. أحسنتم، ثم ألون. هنا رسمت أوراق للزهرة. تشاهدون هنا يا أبنائي وبناتي رسمنا ماذا؟ ساق وأوراق للزهرة. سوف نلونها باستخدام ألوان الأكريليك. استخدم درجة أخرى من اللون الأخضر. استخدم الفرشاة في التلوين. أحسنتم يا أبنائي وبناتي، هنا استخدمنا اللون الأخضر في التلوين. أحسنتم يا أبنائي وبناتي، هنا استخدمنا اللون الأخضر في التلوين للزهرة. سوف أستخدم ألوان أخرى للزهرة.
استخدمنا هنا ألوان الأكريليك. ما هي مميزات ألوان الأكريليك يا أبنائي وبناتي؟ تعرفنا عليها في دروسنا السابقة. ماذا أحسنتم؟ تجوف بسرعة، وسوف أستخدم الفرشاة للطبطبة على الزهرة. أحسنتم يا أبنائي وبناتي، انتهينا من الزهرة الأولى. ننتقل للزهرة الثانية. أستخدم كذلك الفرشاة. صغيرة في تلوين الزهرة الصفراء. أحسنتم يا أبنائي وبناتي. هنا انتهينا يا أبنائي وبناتي من عمل كلاج الزهور النمطية. أحسنتم يا أبنائي وبناتي، هنا انتهينا من عمل كلاج الزهور النمطية. أداء رائع، بارك الله فيكم يا أبنائي وبناتي. أحسنتم. ننتقل لتعميم هذه المهارة على أولياء الأمور. تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على عمل كلاج الزهور النمطية. تجب مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة: أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا، أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها، مراعاة قدرة وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب. قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. كانت معكم معلمتكم حصة رميح، إلى اللقاء.